اسمعني يوغ، ما في حدا بيعرف مين أمك وأبوكي، ومع هيك أنا رح أنهيكي. أنتي وحدة عاطلة وحية، ورح تموتي مجهولة الهوية. يلا كاهاني، بدي ريحك من آخر نفس بهالحياة. يا سهري، أنا ما لقيت كاهاني بالبيت. شلون؟ كانت معنا هون، ما شفتيها؟ أبداً؟ طيب طلعتي دورتي بغرفتها؟ إيه، رحت وما لقيتها بغرفتها. ماشي، رح شوف وينها. أنت وين رايح؟ أخي أنا دورت بكل البيت وما لقيتها، ما لقيت لكاهاني أي أثر، بعتذر. حدا منكم شافها شي؟ أنا كمان رح دور عليها. وين رايحة أنت وافي؟ تعي لهون. كل هاد كرمال رقاصة كأننا مشيتنا كلياتنا على كيفها. يوغ سكر التليفون، ما عم تفهم شو عم بحكي؟ صارت مهمتك القصص التافهة؟ لا تنزعج، وانت عرفان انه اليوم حفلة روبا. شايفين بعيونكم؟ شايفين قديش يوغ قلقان عليها؟ شوفوا التوتر، هي معنا هون واكيد خايف عليها. يوغ؟ ما ردت أبداً. أنتي لا تخافي، طالع دور عليها. يوغ! شفتوا؟ ما عمل حساب لحكينا. ساروج الظاهر إنه ابنك هاجن على الآخر. كاهاني! كاهاني وينك؟ ردي علي. لا تبكي حبيبتي، أنا رح لاقيها، هذا وعد مني. يلا نرجع على البيت. ابنك ما في مخ براسه، ليش تأخر؟ وينه لهلا؟ هاد من ورا دلال حضرتك إله. ليك وشرف، واخيرا فضلت على راسنا استاذ. وين كنت؟ عم دور عليها. لك ابني انت شو صاير لك؟ وترتنا كرمالها، شو مو هامينك؟ يعني لما نكون مبسوطين ومرتاحين لازم تفرح لنا بهالشي، مو تعمل العكس يا يوغ. معقول يكون في حدا خاطفه لاختي كاهاني؟ حبيبتي البنات اللي مثل اشكال اختك يمكن ما ياكلوا خبز كل يوم، بس عندهم استعداد يساووا مشكله، شو اسمها هي بالانجليزي؟ ايه، دراما. يعني فهموا كلياتكم، هي بلشت تعمل دراما جديده عنا. شبك يوغ، انت ليش ما عم تفهم؟ هي تمثيليه هي عاملتها، عرفان منيح انها بس تختفي عن عينك انت فورا رح تدور عليها مثل كل مره. يوغ لهيك هالمره عن جد ما تعذب حالك، تصطفل، لازم تنساها نهائيا. هلا الكل لازم ينساها، مو بس هو. خود هذا تليفون مرتك كان فوق، افتحه، عليه مقاطع فيديو، شوفوا. اسمعني يوغ، بصراحة قبلانة تقل دمك ومسخرة عيلتك علي بكل وقت، بس أنا ما رح أقبل إنه صيت الرقاصة يأثر على ابنها لروبا يلي جاي على الطريق. ما رح اسمح لسمعتي السيئة تأثر عليه ولا بأي حال، لهيك أنا تاركة البيت ورايحة، فلا تعذب حالك وتدور علي. طلبت من أخي باتانجي يرجع لك على الضيعة كرمال ما تتأزم صحته ويمرض مرة تانية. ممنونة كتير لإله، بعرف رح أعذبه بهالطلب. بدي منك تساعدها لراني تضب غراضها وترجعها على البيت بعد هالفيديو، وأنا بعدين رح أوصلها. كيف قدرت تساوي هيك؟ شو لك أنا مفكرة؟ ما بتساويها؟ يا ستي أنت بتعرفي شو عملت؟ لغت قفل التليفون كرمال الكل يقدر يشوف هذا الفيديو، فهمتي؟ وانتي يلا روحي من هون ودوري على أختك الرقاصة مثل الأولاد الشاطرين اللي بيسمعوا الكلمة. يلا عفواً ستي. باتانجي ايمت رحلاكي؟ امبارح المساء اجا عمي وأخده معه. تمام. راني ما بتطلع من هون. ليش؟ مادام اختها قالت لك رح تاخدها فلازم تطلع من هون بسرعة، خليها تروح. أمي كاهاني ما لها هون، فأنا بتحمل مسؤولية راني، لهيك ممنوع تروح. كاهاني أنقذت حياة ابني من قبل ما يجي على الدنيا، إذا صار شي لأختها الصغيرة وأنا موجودة ما رح أقدر سامح حالي أبدا. أمي يوغ معه حق بكلامه. سمعي روبا، نصيحة مني حبيبتي، أحسن لك تهتمي بالبيبي يلي ببطنك، أنا بظن إنه بحاجتك أكثر، فهمتي؟ أخي أنا بظن في شيء اسمه إنسانية، بس للأسف ما في منك فايدة. يا سلام، ايمت الكل بده يبطل يهيني على الطالعة والنازلة. شو يوغ؟ بتبين إنسانيتك بس للغربة؟ أنت مانك مسؤول عنها هلا، أنت بس مسؤول عني أنا وبس. ليك بكفي بقى. بس جونجان سهري لا تاكل همي، إذا أختي ما بدها ياني أبقى هون أنا لازم أسمع كلمتها، لهيك رح أطلع بسرعة. باي راني. وأخيراً زبطت الخطة وطلعت من هون، وكمان عرفنا مكان راني ولكي وين رح يكونوا، وهلأ صار فيني خليون الدرجة اللي رح أطلع عليه لحتى أوصل للي بدي إياه اليوم قبل بكرة. قيموا على عيني. هدول الأغنياء ما في عندهم وقت لحتى يفهموا مشاعر الناس الفقراء اللي مثلنا. وهن كلهم عم بيبهدلوني، كنت مفكرة حالي قوية بس حسيت حالي صغيرة لما صار هذا الموقف. انتي عن جد رحتي وتركتي البيت ولا هي كذبة منك كاهاني؟ اختك راحت عن جد يا راني. العيلة حاولت تطلعها لأختك من هالبيت أكثر من مرة بس هي ما راحت لأنها كتير عنيدة، بس بنفس الوقت هي واعية وكمان بتهتم بحياة الصغار أكثر من حياتها، لهيك بس وصل الموضوع لابني قررت تترك البيت. انتي في معك حق، أختي كتير طيبة. انتي لا تخافي يا راني، هي قالت إنها رح تعرف توصل لعندك. يلا خدي ديري بالك عليهم رح يفيدوكي. لا كاهاني علمتني ما آخذ شي. راني أنا مثل أختك الكبيرة صح؟ فاسمعي كلمتي، امسكي. اي شو هاد؟ إذا خلصتوا فيني أحكي شغلة؟ راني؟ جاوبيني أنتِ قديش بتحبيها لأختك كهاني؟ هي أكثر حدا بحبه. حلو هالحكي حبيبتي، كرمال هيك بغلاوة أختك عندك تروحي على أي مكان وتنسي هاد البيت تماماً وما ترجعي لهون أبداً لو شو ما صار، اتفقنا؟ شو هالحكي هاد؟ منحكي بهاد الموضوع بعدين روبا، اتفقنا راني؟ بقلك كمان مرة بغلاوة أختك عندك لا بقى ترجعي لهون لو شو ما صار، ماشي؟ لا تخافي، لو بدي موت من الجوع أنا مستحيل أرجع على بيتكم بكل عمري. برافو عليكي. تمام، يلا ضبي اغراضك بسرعة وروحي من هون. تعي معي، بدي اقلك على شغلة. انتبهي على حالك راني. يا صهري، أنا ما تربيت إني ما أحترم يلي أكبر مني، بس الشي المهم يلي بدي إقلك ياه يلي أنت ساويته مع كاهاني مانو صح. ليش؟ شو عملت؟ أنت حدا ذكي كتير، فكر وأكيد رح تلاقي الجواب. شوفي راني، أنا أبداً ماني شايف طلعتك من هون تصرف صحيح. لو كاهاني بدها تاخدك من هون كانت اجت من حالها واخدتك، صح؟ اذا حملتي اغراضك ورحتي رح تلاقيكي. يا صهري، بيوم من الايام انا واختي ولاكي كنا رح نضب اغراضنا ونروح. هلا هن الاثنين راحوا، لازم الحقهم. يلا باي صهري. راني، خليكي راني. يوغ، ارجع لورا. أمي، لك رح تمشي. إذا ما سمعت كلمتي بالطريقة المنيحة فأنا رح أعرف منيح كيف أتصرف. أمي، حرام عليكي، هي بنت صغيرة، وين بدها تروح هلأ؟ ما لها حدا. تروح مكان ما بدها كهاني، نحن ما دخلنا. وبعدين أنت مانك مسؤول عنا أبداً، أنت مسؤول عن العيلة. شو نسيت وعودك؟ لازم تهتم فينا. اتركها، خليها تروح. البنت رايحة يا أمي، اتركيني. وبعدين معك، بكفي أمي. بقى ما في روحة، لك هي راحت خلص بقى. يوغ، أمي، وصلتني رسالة من أختي الكبيرة عم تقلي إنه عندها شغل مهم، قال هي بتخلص منه وبترجع على البيت دغري. هي كاهاني اختفت، وهلأ أختي الكبيرة؟ معقول أختي الكبيرة هي المسؤولة عن اختفاء كاهاني؟ أنت شو عم تقول؟ قلت يلي سمعتيه أمي. جنيت؟ إذا هذا الحكي صح معناها تركيني. شو؟ لك أنا بفرجيكم، خلص اتركوني. أنت وصغير ما كنت عنيد، لهيك هلأ بدك تترك طيشك وما تعاندني، وإلا رح تشوف شي يزعجك. أمك ومرتك ماسكين فيك، لك شبك أنت؟ ما فهمت؟ أنت بتعرف شو؟ الواحد ما بيقدر يعمل أي خطوة بدون ما ياخد إذن هالتنتين، فكيف بدك تروح تلحقها؟ أمي شوي وبرجع لك. أمي، أنت لأمتى بدك تضلي رابطتيني؟ حتى تكبر لي عقلك وتستوعب وتعرف الفرق منيح بين القريب والغريب. هدي، روقي علي، لا تكوني قاسي ساروج، لازم تحاكي ابنك بالرواق. شوف حبيبي، هالبنت هديك هي وإخواتها الصغار كلياتهم غربة، ونحن هون كلنا حواليك، كلياتنا عيلة، صح ولا لا؟ فهمت؟ لهيك هلأ خليك مع عيلتك ولا تفكر فيها أبداً لهديك الغريبة كاهاني. إيه؟ ومانك مضطر تروح تدور عليها، فهمت الحكي؟ يا جوهي، روبا، شو صار بالشاي؟ شو خروف محشي؟ ليكو صار جاهز. تعرفي يا أمي؟ على ما يبدو هدول الثلاثة بعدوا كتير، لو ركض بأقصى سرعة هو ما رح يقدر يلحقهم. خلص فكوا. واسمع يا أخي، أنا اليوم صار عندي قناعة إنه كاهاني اللي معها حق، مو أنت. على القليلة هي حمت لي ابني وقدمت لي خدمة، مو مثلك أنت يا أخي الحبيب. أنت شو اللي عملته؟ مشان امي ومشان جونجان ومشاني انا، ما خدمت حدا، انت ما بتفكر غير بحالك وبس. عم احكي غلط امي؟ يوك انت بتعرف انا ما كان بدي كاهاني تروح، بس هلا بما انه هي راحت خلص لازم تتركها بحالها. وراني لا تخاف عليها، رح تاخدها كاهاني، هي بتحبها وما رح تتركها بالشارع. ليك يوغ، أنا حاسة فيك ومقدرة إنه أنت شفقانة عليهم هلأ وخايف يصير لهم شي بالشوارع، هاد لأنك شخص منيح، بس هلأ أحسن شي أنت بتعمله إنك تنساها وتشيلها من بالك، وإلا ما رح نقدر نعيش حياتنا براحة بال. بترجاك، أنا بدي إياك تنساها وتعتبر إنه ما إجت على هذا البيت من الأساس، انسى إنه عرفناها أو عرفنا إخواتها. يوغ معها حق، أنت لازم تنسى كل هالقصة. إيه أخي، ورح أجيب لك شاي. أنا ارتكبت غلط كبير، كاهاني ضلت تتحمل عيلتي لحد ما تركتني، أنا ما عملت شي من شانها، بس هلأ بدي أعمل. أنت لازم ترجع لنا بسرعة لحتى تقلي عن عنوان أهلها كرمال إني روح أجمعهم فيها. العيلة معهم حق بالحكي اللي انقال، كاهاني عملت كل شي فيها عليه وأنا ما عملت أي شي، بس هي المرة رح أعمل كل شي بقدر عليه عن جد وما رح أقصر معها ولا حتى مع جونجان ولا حتى مع كل هي العيلة، ما رح أقصر مع حدا أبداً. المهم أنت ترجع لنا بسرعة. غريب اللي صار، أنا لازم أعرف هي لوين راحت، كتير قلقان عليها لكاهاني، هي كيف هيك اختفت؟ أختي الكبيرة غابت شوي بعدين ما شفنا غير كاهاني مختفية. أنت سمعت شي؟ عم يقولوا في حدا طلع على السطح وزت حاله لينتحر. أكيد هو ما رح ينفض، بس لهلا ما بعرف مين. هي باتانجي. ايه اخي، مين اللي نطوا من وين؟ ما بعرف كثير عن القصة، كنت بالمطبخ. طيب روح. ليك اسمعني، بتعرف إذا رحت عملت فطور من هاي الأخبار الناقصة اللي بتجيبها، أنا رح أخدك على نفس السطح وزدتك من فوق كمان، فهمت؟ شو عم يصير؟ مو معقول كل هالحكي، كل شوي بنسمع خبر، هي راحت واختفت وأبصر شو صاير فيها بهالوقت. ما عم أقدر أفهم هي ليش راحت، يعني أختي الكبيرة عملت سحر معها لحتى تركت البيت فجأة؟ معقول تأذي حالها؟ أنا عقلي ما عاد عم يجمع، ضايجة كتير وبس بدي أعرف هي وين بتكون هلأ. كيف رح أعرف؟ أنا بدي أي تلميح، إيه؟ بدي راس الخيط، صاير فيني مثل اللي ماسك بقشة بقلب البحر وعم يغرق، شو أعمل؟ ما عندي حل. بابا، في بنت بالسيارة. عن جد؟ شو؟ هي لساتها عايشة، حدا يتصل بالدكتور بسرعة. أنا لازم فكر، أكيد وقتها بلاقي حل، لازم روح ولاقيها وكون البطل تبعها كمان، بس إذا يوغ لقاها رح يكسب وأنا رح أخسر وأصغر أكتر بعينها، لهيك رح فكر. طيب أنا بدي أي تلميح، شو أطلع أدور عليها بالشوارع يعني؟ ما بعرف هي لوين ممكن تروح، لا أنا لازم لاقيها بأي مكان. أكيد هي البنت وقعت من على السطح ومن حظها إنها وقعت بسيارتنا لهيك نفدت، بس يا ترى مين هي؟ دكتور تفضل، هي البنت هون. أنا بعتذر كتير، يبدو إنه تأخرنا يا جماعة. وين راحت؟ أنا ضروري أعرف لأنه لازم روح وأنقذها. أنا بحبها ورح أطلع أدور عليها ولاقيها وما رح أتخلى عنها لو شو ما صار، ورح أعرف مين ورا هالشي. هالمشاكل ليه عم تصير؟ من ورا عنادا يعني؟ لو هي قبلت فيني ما كان صار فيها كل هذا الشي، بس هي عنيدة وراسها يابس وما بتسمع الكلمة ورح تجنني كمان، وأنا ما عم بقدر أتعامل معها. بدي لاقيها، أنا بدي إياها، ما فيني أعيش من دونها. أنا لازم روح ولاقيها، بترجاك تساعدني. يا دكتور شو هالحكي؟ افحصها وتأكد، يلا عمل أي شيء، سبق ومات حدا بهالبيت وأنا ما بدي يصير هيك مرة تانية. واضح إنها مسكينة وشكلها كتير بريء، لهيك لازم تعمل شيء، حاول ما رح تخسر، إذا حاولنا من قلبنا أكيد رح نلاقي نتائج. دكتور بعد إذنك ارجع عمل لأي شيء، أنا رح أرجع لعندك. أنا كتير خايف على كاهاني يكون صاير له شيء، لأنه راني ولاكي ما في إلهم حدا غيرها. أنا رح لاقيها بأي طريقة ورجعها لعندي، وما رح أسمع حكي أي حدا ورح جيبها. شو قلي أنت ما عرفت شي عن كاهاني يا معلم؟ لك ما أنا هذا اللي مجنني، ما بعرف وين اختفوا التنتين. تقول فص ملح وداب، لهلأ ما بعرف وين اختفت. الو اخي، لقيتها للبنت ولحالها. ليك شوف، اوعك تخليها تبعد عن عينك ثانية، خليك عم تراقبها طول الوقت، وهلا انا بتصل وبقول لك شو تعمل. حاضر اخي. تروح مكان ما بدك كاهاني، نحن ما دخلنا، انت مالك مسؤول عنا ابدا، وبعدين انت مسؤول عن العيلة، شو نسيت وعودك؟ لازم تهتم فينا، اتركها خليها تروح. تركيني. شو اللي عم يصير؟ كاهاني ولاكي وراني رح يروحوا وما عاد رح شوفهم. رحتي بلا ما تقولي لي يا كاهاني، مع هيك رح ضلني ادعي لكم لتكونوا مبسوطين بحياتكم. انا شو فيني اعمل غير هيك؟ دكتور ليك هالبنت ما فاقت لهلا، شو نساوي؟ بصراحة نحن عملنا كل يلي منقدر عليه، خلينا نستنى ونشوف. هلا مو معقول كيف وصلت على الشاحنة، شكلها ماتت من الوقعة. برأيي لازم نخبر الشرطة بهي القصة، نحن ما بنعرف مين هي ولا من وين اجت. أكيد رح تفيق، هيك إحساسي عم بيقلي. وينك يوغ؟ هي فاقت المسكينة، منيح اللي قمتي بخير يا بنتي. انت مين يا بنتي؟ راني، وين راني؟ شو عم تعملي؟ لا يا حبيبتي ما بيصير هيك تعملي بحالك. استني شوي يا بنتي، وقفي. لا عن جد راسي رح ينفجر، بس لو اعرف من وين بدي بلش دور عليها لكاهاني كنت رح لاقيها وقتها. معلمي بعد اذنك معلش احكي شغله. قول خلصني، يعني على اساس رح تلاقي لي اياها اذا حكيت رايك بالموضوع. قول خلصني. معلم هجوم على البنت الصغيره، واذا كاهاني كانت عايشه اكيد رح تجي تنقذها ورح تدافع عنها كمان، وهيك لما تجي كاهاني مخطفه ما في غير هالحل. لك من وين جايب كل هالذكاء؟ مو باين عليك. ها؟ لك العام طلعت انت مانك سهل بنوب، وانا اللي مفكرك اهبل وما بتعرف شي. انا جوعانه، رح اشتري سندويشه. ما بعرف لوين رايحة، مشيت. شو؟ طيب وشو ناطر حضرتك يا زكي؟ لا تخليها تروح، اتعسى بالسيارة، ليكني جاية، روح اتصرف فوراً. ايه أمرك. ساندويشة بطاطا. أعطيني قنينة مي لو سمحت. يسلموا. أنا جاية يا راني. راني انت منيحة؟ شكرا، هي منيحة، شكرا كتير. وينك يا هاني؟ أنا ما بعرف وينه. لسه ما اجت كاهاني لتاخده؟ كنت عم بستناها وجعت كتير، لهيك قمت لجيب ساندويشة آكلها. أختك قالت لك تطلعي مشان تبين حالها ضحية تصرفاتي ما؟ وأنت كمان، أنا قلت لك 1000 مرة لا تطلعي، بس لا أنت ولا حتى أختك كاهاني تعرفوا تسمعوا الكلمة، بس شاطرين تعملوا مشاكل وأنا اللي لازم حلها. أختي قالت لي إنه هي رح تجي تاخذني وأنا مصدقتها. عن جد؟ وهلأ حضرتك رح تضلي ناطرتيها بالشارع لحتى تجي لعندك؟ لا ما حذرتي، وأساساً أختك ما بتعرف شي، في ناس كتير بتكرهها، واللي صار أكبر دليل على حكي. امشي على البيت. ما بدي. اسمعي راني، أنت بنت مرباية ولازم تسمعي الكلمة. انت مانك معتبر اختي كاهاني مرتك، وكمان ما حدا من عيلتك بحبها وبيضلوا يضايقوها. ليش لا اروح معك على البيت لكن هلا؟ شكرا لك لانك انقذتني من السيارة، بس رح انطر اختي هون لحتى تجي تاخذني وما رح ارجع لهنيك. بس ما بدي اسمع شي، ما رح تروحي لأي مكان لحتى تجي اختك وتعتذر مني. يلا امشي معي راني، تعالي. ما بدي. بعد اترك ايدي. حاجة تعيطي؟ وعدت اختي اني ما بقى افوت على هداك البيت، اتركني ما بدي روح. انا ما رح اتركك هون، وبدك تجي على البيت غصب عنك. امشي يلا تعالي. اتركني ما بدي روح معك خلاص. بدي استنى كاهاني، هي قالت ما رح تتركني. وهلأ كاهاني بدها تيجي لعندي لتاخد اختها. لك وطي وطي وطي. تعرف يا غبي، هلأ يوغ لو كان شايفني هون لكنت فرمتك مثل ما بيفرموا اللحمة، وعملت منك كبة نية وطعميتك للكلاب. يلا افتح السيارة وخلينا نروح من هون على السريع. انتي شو سويتي؟ هذا بيكون جوزي يوغ، واختي الصغيرة راني كانت معه. ليش ما خلتيني روح شوفه؟ منيح يلي انقذها من الحادث. يوغ وصل لراني قبل ما تضرب السيارة، والا ابصر شو كان صار. ايه طيب، اذا زوجك انقذ اختك الصغيرة اللي عم تحكي عنها، ليش عم تشتكي ومزعوجة؟ لأنه كتير بحب يوغ. اسمعي شو رح قلك، ليكي أنا رايحة وراهم، رجاءً أنتي لا تلحقيني. شكراً لأنك أنقذتيني، وهالشي رح يضل دين برقبتي. اسمعيني شوي، سامحيني لأني منعتك، بس كان باين بعيونك إنك كتير بتحبي هذا الشخص، وكمان أنا حسيتك خايفة كتير من هذا الحب. أنتي خايفة يكون سراب، تتهدم كل أحلامك، أنتي بدك يجي يصارحك، لهيك خليه يدور عليكي. يمكن إذا بعدتي عنه يكتشف قديش هو بيحبك. بس أنا من الأساس ما بعرف شو شعور يوغ تجاهي. المشكلة ما بتعرفي يوغ ولا بتعرفي طبعه. بس أنا بعرف الحب يا بنتي. بس بصراحة هذا مانو زمن الحب يا خالي، هذا زمن المصاري والسمعة والمكانة، والناس ما بتحترم الفقير. ليكي تسمعي مني حبيبتي، انتي لا تروحي لعند يوغ هلا، مشي معي على البيت وخليكي عندي. إذا كان عندك عصفور بالقفص افتحي له الباب، خليه يطير ويبعد. إذا رجع فهو بيكون إلك، أما إذا ما رجع فهو من الأول مو إلك. شو صار معك بهالطبخة؟ ما خلصت، أنا جعت كتير. مو مصدقة إنه كاهاني انقلعت من البيت بهالبساطة يا جماعة. شو عم بتقولي؟ أنت مفكرتيها طلعت بهالبساطة من البيت؟ لك هي طلعتها بهالطريقة كأنها صبت الزيت على النار. بعد إذنكم، أنتو حرين بكلامكم، بس رح ضل ممنونة لكاهاني كل عمري، لأنه هي أنقذت حياة ابني. كأنه في أم قلبها مكسور وزوجة كمان قلبها مكسور مثلها، لهيك أنت ما في داعي لتكبري القصة هالقد وتعملي لها إيدين ورجلين يا روبا. كل يلي عم يصير غلط بغلط. شو قلت؟ لكان مين معه حق؟ برأيك كاهاني وإخواتها هنن الصح؟ شو رأيك أنت يا دولي؟ يلي عم يصير صحيح؟ هن انبعتوا هديك البنت الصغيرة لحالها، شو كان صار عليهم لو تركوها هون؟ مو دائماً بس كم يوم، كانت خربت الدنيا لو عملوا هيك؟ بفهم منك إنه إذا قعدت كاهاني هون وغصب عنا بهالبيت مثل ما كان صاير، فلازم تضل اختها معها، نحن مجبورين فيهم. خلص دولي، فهميني مين قعد غصب عن التاني بهالبيت؟ بعدين شو عم تحكي أنت؟ ما يوغ تزوجها بالغصب أساساً، لما اجت أول مرة كانوا الكل حابينها، صح؟ لا تسكتي، جاوبيني. خلينا نجهز الأكل بسرعة أحسن ما الست تعلمنا الصح من الغلط، الأحسن نرجع لشغلنا. انساهم وتعال معي يلا. صح إنه هديك الرقاصة داهية، بس لا تستهوني بأختها بنوب. صح صغيرة، بس داهية أكثر من هديك. يا ستي بعد إذنك، لا تضايقي الصغيرة. شو أستاذ يوغ؟ رحت جبتها مرة تانية؟ شو هالأهبل؟ نحن ما صدقنا خلصنا منها يا فهمان. بعدين تعال شوف، حضرتك بدك تتبناها ولا شو؟ ما فيك تعيش بلا ما تساعدهم؟ أنت شو عم يصير معك يوغ؟ هلأ السؤال الأهم يا أمي، كيف فيك تعيشي براحة بال بعد ما خليتيها لهي البنت الصغيرة تحلف بحياة أختها لتطلع؟ يا حبيبي شكلها مولعة بالبيت، خلينا نولعها بزيادة ونتسلى فيهم. شو هذا يوغ؟ بصير تحكي مع أمك هيك؟ كأني ملاحظ أنك تغيرت كتير علينا. خاصة بعد روحة كاهاني. بس أنت ما تغيرت أبداً. هلأ من شوي في سيارة حاولت تدعس راني. تعرف مين الشوفير؟ تعرف عند مين بيشتغل؟ قل لي يا أخي. يا حبيبي هذا التافه علق فيني. شو هاد؟ لشو عم تخبرني بهالقصة؟ ها؟ هي مومباي مدينة كبيرة ومليانة سيارات، شو بيعرفني أنا مين عم بيسوق كل هاي السيارات اللي بالشوارع أنا؟ شو دخلني بهالقصة؟ ماشي يا أخي، أنا رح أعرف بطريقتي. يكون بعلمكم كلياتكم، اللي رح يحاسبني رح حاسبه، أكيد ما رح يكون في عندكم أجوبة. وكمان أجوبتي ما رح تعجبكم، لهيك انتبهوا قبل ما تحكوا معي شي. يا جماعة الأكل صار جاهز. كنت عرفان هالشي، مستحيل السيد يوغ يترك البنت الصغيرة تنظلم. خلص ارجعوا شيلوه، صدت نفسي عن الأكل. شو شيلوه؟ رح أموت من الجوع. وأنت جهز أكل لست الحسن الصغيرة، وبس تشبع الخانم وترضى عليك أختها مر لعندي لحتى نحكي كلمتين. ليك يوغ، أكيد ما رح تستوعب شو رح نحكي هلأ. أنت لازم ترجع هالبنت لكهاني هلأ وفوراً، هاد أول شي بتعمله، وبعدين تعال نحكي. كنت ميتة من الجوع قبل ما تجي، صديت لي نفسي يا تافه. جوهي جيبي لي عصير. وأنا كمان سدت نفسي. آسف كتير، لو الشغلة بإيدي أنا كنت طعميتكم. مستحيل أقبل تتعذبوا أبداً يا أخي، بس أنا مجرد خادم بهالبيت وما إلي كلمة على شي. شغلتي نفذ الأوامر وبس، مو أكتر. بس بدي إياك تسامحني هي المرة، عن جد حقك علي. ليك يوغ، طيب أنت ليش رجعتني لعندهم؟ أنا رايحة، ما بدي ضل هون. هلا انت جوعان بسببي وكل الحق علي. لا تاكلي هم شي، تعي. انت جوعانه، خليكي انطريني شوي. هي كل مشكلتي يا خالتي، بيكون مو بوعيه وبيقول حكي بيعبر لي فيه عن حبه، ولما بيكون صاحي بيحكي غيره. هيك أنا ما بعرف حقيقة مشاعره تجاهي. من 6 شهور يا خالتي، بصراحة ما بعرف شو يلي شربته بنتي. صارت تهزي كتير وتقلي إنه بتحب واحد، وأنا وقتها بهدلتها. قالت لي إنه ما فيها تعبر عن مشاعرها هي وصاحية، لهيك شربت وإجت لعندي. وطبعاً أنا كتير اتضايقت منها، وبعدين قلت لها خلص نسيه. وبعدين بعد 10 أيام طلعت بنتي عالجبل وزتت حالها وانتحرت. البقية بحياتك يا خالتي. وهي الحادثة خلتني أعرف شو هو الحب الحقيقي وأفهم شو هي القصة. مثل ما بنتي قالت الحقيقة وهي دايخة، يوغ قال الحقيقة وهو دايخ. بلشت اتعلق فيكي يا كاهاني، أنا بحبك. أنت فاقد وعيك، بس هاد الشي ما صار بإيدك. للأسف ابني فقد وعيه بقراراته وتصرفاته. أنا كنت واثقة فيه كتير من قبل، كنت شوف حالي فيه. هو كان بالنسبة إلي كل شي حلو بهالدنيا البشعة. كل شي تغير علينا هلأ وما عاد مثل قبل أبداً. ثقتي وفخري فيه راحوا واختفوا، كله تغير. صار المطلوب مني أحكي له كل شي بيخطر ببالي بقسوة، بعد ما كان ابني يفهم علي من نظرة وحدة، وهلأ حتى الحكي ما عم ينفع، وصار لازم أصرخ بأعلى صوتي ليسمعني ويفهم أنا شو بدي إياه يتصرف، وهو ما عم يرد علي. ما فهمت ليش هالقد ابني صار بعيد عني. ما رح تطلعي فيني يا أمي؟ كنت دائما أعمل الصح بنظرك، وانتي اللي كنتي عنوان للحب والحنان والدفى بنظري. أنا ما عاد عم أفهم شي. أمي من وين جبتي هي القسوة اللي عم تعاملي فيها بنت صغيرة؟ يمكن نحن الاثنين عنا أسئلة كثيرة لبعضنا، والأجوبة الوقت رح يتكفل فيها كلياتها. بعرف إنه بكل حياتك ما عملتي غير الصح، إيه، بس أنا كمان عم أعمل كل يلي ربيتيني عليه، ومتأكد إنك أنتي ما ربيتيني على الغلط أبداً. شغلة تانية يا أمي، بعرف إنك زعلانة مني كتير ومقهورة، وأنا ما رح سامح حالي على هذا الشي نهائياً، بس أنا بضلني ابنك، وإذا بدك تبعديني عنك أنا ما رح بعد عنك، ورح ضلني جنبك شو ما صار. وقد ما زعلتي مني ما في شي بالدنيا رح يبعدني عنك، لا عنك ولا عن عمي. مدام، خير يا مدام؟ فيكي شي؟ أنا منيحة، شوفي باتانجي كان عم يقلي إنه في حدا نط من السطح على الأرض، جارنا فيرما اللي خبره، شاف هالشي بعيونه، يمكن تكون اللي نطت هي كاهاني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.